تحظى الحلويات الشرقية بمكانة متميزة على المائدة السورية في شهر الخير والبركة كنوع من الطقوس الرمضانية، ولكل محافظة حلويات تشتهر بصناعتها ويفضلها الصائمون عن غيرها، كعادة توارثوها عن الأجداد. وفي حمص للكنافة وخاصة الباردة مكانة مميزة كطبق بعد وجبة الإفطار. هلا عندنا الكنافة الخشنة والكنافة الناعم، الكنافة على الباري. الكنافة الخشنة مؤلفاتها الخشنة، طبعا هي الكنافة الأساسية بتكون، بعدين قشطة وحليب. والفرق بينها وبين الخشنة اللي على البارد انه هاي تعرض للنور، اما الخشنة على البارد بحط لها القشطة هي باردة ما بتعرض على النار منوب. يعني مثلا هلا اخي هاي الخشنة تطبق كلياتها على النور، اما الخشنة تنقلها كل وحدة لحالها وتنكشف كل وحدة لحالها مثل هيك هون. أول شغل بنبلش بتطبيقها هون على الكنافة، بعد ما نمض الصدر ونطبه بنحط له الحشو تبعه، مقادير السمن المعروفة كلياتها، بعدين بنعرضه على النار بنخلص. عرفت كيف؟ آخر شغلة بتجي هي تصفاوي، بعد ما نصفيه بنقلبه بنقطره وإن شاء الله بتكون أكلة شهية. هاي الخشنة سخن، أما الخشنة بارد تنقلك كل فرد لحالها، كل اسفل لحال، اسفل لحال، الوش لحال. عرفت كيف؟ بعدين القشطة هي كل اسمها قشطة على الباري، يعني أكلة معروفة كتير جدا مشهورة بحمص. كيف؟ بعد ما مخلص تحط القشطة على الباري، طبعا هي تكون باردة. ليش؟ هاي ميزتها انه بقشطة على الحل. هي أكلة حمصية رمضانية، يعني نحن متعودين عليها دائما برمضان ناكلها، يعني الكنافي البارد والكنافي على الساخن عندنا يا نوعي، بس الكنافي على البارد تلاقيها بعد الفطور بتاعت هيك برودي وتنعش القلب يعني. وتبقى الحلويات السورية صاحبة المذاق الطيب، لها صناعها ومبدعوها، يخرج مذاقها الماضي بنكهة الحاضر.